مرحبا، أنا محمد كتام من سوريا من مدينة حلب، العمر 18 سنة. أنا كنت عايش بحلب عم أدرس، فتغلغلت الأوضاع بالبلد ووقفت المدارس، فحاولت كمل دراستي ما قدرت، فاشتغلت. بعدين ما قدرنا يعني نكمل بمدينة حلب، طلعنا لغير محافظة. حاولت بالمحافظة اللي عشت فيها، حاولت إنه كمل دراستي بس ما قدرت بسبب الأوضاع الراهنة بالبلد. فأنا صرت يعني بس اشتغل، يعني شغل وادرس مني لحالي من دون مدرسة، يعني اكمل دراستي. فعشت تقريبا شي 4 سنوات بالحرب في سوريا، حاولت طلعت على تركيا، حاولت انه استقر وكمل دراستي في تركيا، فالدراسة ما قدرت كملها. والشغل يعني حاولت كتير انه نضل بتركيا، ما قدرنا لانه يعني كثافة سكان والمعيشة صعبة كتير في تركيا. فطلعت على أوروبا أنه أطلع على مدينة ألمانيا، فانقطع فينا الطريق هون. أنا وقت اللي كنت عايش في سوريا، أنا كان بدي أدرس، بدي أكمل حياتي كبني آدم ما في عنده حرب، فما قدرت. فطلعت من بلدي وما كان ظني هيك في أوروبا، فأوروبا سكرت بوشنا الحدود، وهلأ نحن قاعدين هون بين خيم هيك، يعني مبين الوضع. فبتمنى انه ينفتح الطريق قدامي وكمل، مشان كمل حياتي وكمل دراستي واشتغل، تخلص الحرب وارجع لبلدي. انا هذا اللي بتمنى. شكرا. ثانك يو. ويلي بالنسبه للمعيشه بهالكم، المعيشه كتير سيئه بالنسبه للاكل والشرب، والجو كتير حار. بالنسبه لتعداد السوريين هون، تعدادهم بهذا الكم 1300 شخص، ومثل ما كنا شايفين الخيام، فالوضع كتير سيء. يعني ما كنا متوقعين انه هيك نحن ندخل على اوروبا، يعني يصير فينا هيك. فبتمنى انه اوروبا تفتح بوابة للاجئين، وخصوصا يلي عصيانين باليونان، لانه يعني ضاقت عليهم كتير وما بقى يحسنوا، استبروا كتير كتير استبروا. يعني الاكل بيجي احيانا مش شرك، احيانا كتير احيانا بنكب الاكل ما بناكله، بنشتري يعني نحن من حسابنا. وهون باليونان ما في شغل للسوريين، السوري كل شهر بده حدا يحوله من سوريا، واللي بسوريا كمان الله يعينهم ما في عنده لا شغل، ويعني هو بده مين يساعده بالمعيشه. فوضع العالم هون كتير كتير سيء باليونان، فبتمنى من اوروبا انه تساعد اللاجئين يلي هن باليونان فقط. يعني بالنسبة لعيشتنا هون باليونان، صاير فينا كل يوم بننام بهالخيمة بنفيق بنقعد برا، يعني لا في انه مثلا مدرسة نروح عليها، ما في ملعب كرة قدم نلعب، ملعب تنس، كتب نقرأ فيها، ما في. يعني حياتنا صايرة بس نوم، فيقة، شرب فنجان قهوة، بنرجع بننام. هي طبعا نحن جايين لهون مو كرمال نقعد بالخيام، نحن يعني بدنا مثلا نقعد ببيوت مع نختلط مع العالم، عشان نعرف كيف نتصرف مع العالم، نشتغل نكمل دراستنا. بعض العالم بدها تشتغل، بعض العالم بدها تكمل دراستها. يعني الحياة بالكامبات كتير سيئة، فبتمنى يطالعونا من الكامبات ل يعني غير أماكن. وأنا يعني بالنسبة لي، فبتمنى يعني عم ننتظر انه تخلص الحرب ببلدنا وارجع انا واهلي على البلد، يعني نرجع نكمل حياتنا بسوريا. ويلي مرحبا، انا رشاد، عمري 25 سنة من سوريا، ولدت بعائلة عادية في سوريا، عندي 9 أخوات. الحياة كانت هم بسوريا ممتازة وحلوة كثير، ليش؟ لأنه بلدي، أنا بحب بلدي كثير. قبل ما كان في حرب كنا عايشين مبسوطين. طبعا درست بكالوريا، بعد البكالوريا درست جامعة. بعد ما خلصت الجامعة بلشت الحرب شوي شوي، بلشت الأمور تسوأ، كل ما حالها تسوأ أكثر أكثر وأكثر وأكثر. طبعا الطيران ما عفنا بهم، بشار الأسد ما عفنا بهم، عندنا بيتنا راح، ما ضلنا محلنا فيه،
ما ابوي استاجر بيت وراح عندنا بيت ثاني بالاجار. ما طلع اخواتي برات البيت قسم منه راح على المانيا كمان هرب من الموت. انا قلت لا بدي ضل ببلدي، انا بحب بلدي كثير. اخر شيء صار الامور تسوى بزياده، الطيران ما بقى يعيفوا كل 15 يوم بينزلوا شيء 4-5 صواريخ على بلدتي انا. بعدين قال لي ابوي لا سد حالك وامره على اوروبا، شوف حياتك هونيك احسن ما تضل هون تموت. طلعت انا واخوي الصغير لهون، طلعنا هربنا من الموت، بدنا نشوف حياة لكن نقدر نعيش احسن حياتي احسن ما نموت. ما قدرنا نضل بتركيا لانه تركيا هونيك الشعب مو يعني مو ما بنقدر نقول انه مو كويس يعني، بس ما هو بيحبنا كثير يعني. هونيك حاولنا انه نشتغل بس الحياة هونيك مستحيلة. ليش؟ لانه بتشتغل هونيك 20 ساعة 18 ساعة والراتب قليل، واحيانا المعلم بينصب عليك بياخذ حقك كلياته. بقى اشتغلنا هونيك فترة صغيرة، بعدين البابا باع شفة ارض، سفرنا انا واخوي لهون على اليونان. جينا هون على اليونان بدنا نقطع، قعدنا مخيم قدمني، قعدنا اول شهر ثاني شهر، بكره بتفتح الحدود واليوم بتفتح الحدود بالفاضي. اخر شيء اجى البوليس طلعنا كلياتنا وقعدنا بهالمخيم هذا، مخيم العسكري حاشا السامعين. الحيوانات ما بيعيشوا فيه ابدا، الاكل هون ما هو كويس بنوب، هون ما في حياه ابدا. يعني مثلا صار على الحالي اسبوع من زمان، الاسبوع الماضي الاكل هون ما بتاكل ابدا. هلا مصاري ما ضل، نامنا منين نجيب؟ هلا مثل اليوم وامبارح ووقت امبارح ووقت امبارح عم نشتري مصاري من جيبنا. ايوه معلش، انا اذا قدرت انا اشتري مصاري، في عالم ما معه مصاري. طيب ليه ما تشتري؟ باب بنشر شعب اوروبا كلياته انه طلعوا على حالكم، طلعوا حيلا انسان بيقدر يعيش هون. صعب الحياه هون، صعبه صعبه. انا بتمنى من كل الرؤساء ومن كل العالم، من حيلا شعب اوروبي انه بس تعال عيش هون نهار واحد، بس ليله واحده. فينك تعيش هون ليله واحده؟ ما راح تقدر تعيش ابدا. ليش؟ انا هون مو حياه يعني. الانسان هون يعني هلا كلياتنا هون كلياتنا شعب واعي وشعب ذكي. بقى ليش هلا الشعب هذا يعني الشعب السوري شعب ذكي، ليش هيك معدين بالخيام؟ ليش ما نروح اوروبا نكمل حياتنا هونيك؟ عنا مهندسين، عنا دكاتره، عنا اساتذه، عنا عالم فهمانه. بقى ليش معدين هم بالخيام مثل الحيوانات؟ بقى انا بحب اوجه صوره وانقل صوره لاوروبا عبر تلفزيونكم عشان توصل الصورة منيحة، وبتمنى ان توصل الصورة لكل اوروبا، مو بس لاسبانيا، مو بس لالمانيا، لكل الشعب الاوروبي. بحسوا فينا وانظر بعين العطف، مو مشان الاولاد لا تظهر. يعني مدارس ما في، حياة ما في، كل شيء ما في. حكيت من الاول عن وضعي كيف كان سوريا وكيف جيني على اليونان هون. النقطة اللي وصلنا على قمني، اول شهر انه ما كنت تفتح الحدود، ما فتحت الحدود. ثاني شهر، ثالث شهر، رابع شهر، خامس شهر الحدود ما فتحت ابدا. طبعا بهالفتره هاي طبعا ما قعدنا هونيك، بالعكس سوينا هونيك نشاطات، فتحوا الشباب هونيك مدارس، اشتغلنا في المدارس هيك مشان اولادنا الصغار. بس طبعا يعني المدارس هونيك يعني ما هو مثل المدارس، شو المدارس يعني بتقدر تقول عنا مدرسه مسخره. بس طبعا عملنا اللي بنقدر نعمله مشان اولادنا واطفالنا هونيك. بقى كل الناس هميك يعني من اول شهر بلشت انه يلا معلش بك الحدود تفتح، بس طبعا الحدود مسكره. اخر شيء العالم ضاجت وملت. بقى العالم اللي معه شويه مصاري راح تدين، باع بيته، باع هني، اللي عنده اصدقاء حولوا له مصاري. You're talking about the Dominic. Yeah. Okay. And the amount, the fact of the money? The months and his activities, he helping in the school there. Okay. You can go. Yes. وبعدين أول شهر العالم ضاجت كثير. خلص بقى الحالة هيك، الحالة هنيك يعني ما هو اللي عايشين بخيام وما عاد تقدروا ما عاد يقدروا يعيشوا. بعدين صاروا يخبروا رفقاتهم مشان الله بيعوا بيوتكم، او مثلا اللي عنده عيله هونيك يبيع بيته هونيك. العالم صار تحول المصاري، الا اللي عنده مصاري بلش حدا يحاول انه يقطع الحدود مع المهربين. لا
هم يدبروا بعدين اللي عنده 1000 يورو 3000 يورو 5000 يورو بلش بعدين يتصل مع مهربين مشان يطالع حدود. طيب معلش اللي معه مصاري او اللي يحاول يدين مصاري او اللي باع بيته عم يقدر يعبر الحدود. طيب اللي ما معه اللي ما معه مصاري لا بيقعد على الحدود وبيموت. للسبب هذا عملت الفيلم هذا انا ورفقاتي واحد احمد العراقي طبعا سعد مرفي اسمه نيكولاس وماريا من سويسرا وديك من فرنسا ساعدونا مشان نسوي الفيلم هذا مشان نوصل الفكره لكل العالم انه بالفعل ما في حدود. وقت تكون عندك مصاري ما في شيء اسمه حدود. فينك تدفع مصاري وتروح على البلد اللي بدك اياه والماما مصاري بيقعد مطرحه وبيموت بارضه ما حدا رح يحس فيه ابدا. الماما مصاري هو دائما اللي عايش والماما مصاري دائما هو الميت. بس انا بحب وجه كلمه لكل العالم المصاري مو شيء المصاري بس عبارة عن تواصل مشان تقدر تعيش بس حياة بسيطة وحياة كريمة حياة بسيطة نقية. بس المصاري ولا شيء. أنا يعني تقول يعني متلول بالإنجليزي opinion my opinion يعني رأيي أنا الخاص إنه المصاري مو شيء ام سوريا دار كاتن هوتن سر حدود ام هوكي سر حدود مون ام عزبين لنوف كلامون نوف دارودو ام كاتن جمع برين بي نوف بوروني نوف برفي عسكري تركا ام قرتن حتى موتن تركيا ما خو خلص كر بزورو جيشين دو ام هوتن جي تركيا نوف كاتن ديسو نوف جي سر حدودي يونوني درو نوف جي دو تي برشي مون لبار بوروني لبار برفي لبار اوي سرمي روي بعد يدرو شندو ام كاتن بلا مي ام هوتن لو دارجي ام اوي دو بر عزبين خشكي بغار قينو جيو دو غري بون كرن حتى ام دار كاتم سودو بالو ام بر عزبين دقة شك بمارو وعسكرة وتعم قرتن عم رنش كدون عن قتار تشكرن سلاح قرتن هيكل ما خستونه عم فتلون ده عم لسوريا بكبر بكيفين عم فرن بين يعني تشتواكي سوريا رنتنا بي بس جمارو ناهشتن وشعبي من او بينا كاس لببر لما نونري عم دارم كو دبي ما في امكانية ما في هيك وما في هيك ما حدا بيطلع علينا يعني امكانية فارا مارو تنا دقجك سيوا بمارو عم لدور تنا عم لخوزن ما دارخن داربو ماش بيع زوبي داخل عم تشكي نقص ويلي ولا جمارونا انا قد شكت عزمونا خوسمونا عم ويتوني وكي قلتي بفكي فونتا دي دو فيدو دبالا ميدو مر باري فيدو سولو عم ندو استمادو ديكي تشو ميركر عم تاني البداري استمادو وني كاز قلبانا انا ريام كي تشوكن عم دار كاتم معناه بعيش نام ورند فردو بماكنا ولوي ما أبغى معينة ما بي تانك هي كاستنا الماسوري سار كرو وحربي أم جحالة برابي جحاربي وبتانك هي ما لوي جنة لوي ما دستمادو وخش كي جندي دستدو بتاني نكون مساعدك أم وين معنى دركاتا أم جحاربي رابين أم فحص لا هنا أم لفروج حربي برتر بعزمة ولوي ما هو تفداري عملية شيكر نخش بي لو يخوكر مستشفى وهو دناخلو جالتو ليخس كل فاتمة ليكو دناخلو جالتو هوتي نوفي من أسيا بكرة عمري من شالو بينجم تشتي بلكي تشكي رند أزو ميري خوق تشكي خوب هفترونا يعني بلكي مشكلة متجيش مشكلة قدن كم ترى ميري من مرة قد كم من مرايا أم لسوري بقرب كيف بين حوشي ما جي هابي مولي ما جي هابي قد كم جي دام مكتبة أم هوتن روبرو حتى أم جيش نظرهم أم مرن ديدنا في الشعب يخوم الميري خود نرى عجب ميري مني ممري اللي قد كم مني اللي أزي بمرم حتى أم هوتن جيش نظره ووقتا أسكي هاول دم هاونا وقتا التلفزيون يصير كن وضعي ما دبينا روبرو مقابل مارك شهد كن أزدبين بلكي
وقت التلفزيون يصير كل ما دبينا ندبين بلكي جرب جرجرية وانا جيتي وقت الحالي ما دنارم يعني أم شقو دانكن دانكن أم نكون جزء كي هندك لو أنا بمين عيشتي أم دعيشن روبرو وقتا سوري خرابي مولا ما خرابي مال أوروبا دناري أوروبا تشتكي بر مازنة وما حلمكي بر مازنة دي دنا بيشي قتشي خاص بو أمي وداخن أمي بشغلن أمي حياتي وكي سوري الواب مينن أمي وابشين مكتبة ونب دكتور بن ونب مهندس بن بس نوكا موت الفداري بينج ما نعمل فر علقينا يعني أم لقتشي خاص دنارن أم أشكرا نادقين بس روبرو أم دارن بدزد دقرين معني حالي قتشي خاص ويلي اسکی لسر کامپی بینچ کام گیتی خیون ام سبه حتی واری وقت حالی سال قچکی خود گرم یعنی ام ده ترسم قچکی ما هندو بن قچکی ما ببن ایش نومین سری قچکی ما ام قچکی من دو یک سالیه دو چور سالیه دو شش سالیه بس دی سو تمی بترسه داره بسکنبیلو دلیزه داره آخه دلیزه داره مکتبک وابه بعلمینن انگلیزی بعلمینن تشتکیرن بلیسکینن ام تشنیرن لپیشی بکن یعنی از لوی تشتی ام پراود بن يعني قد شكي ما هوتنا كياتنا حالة فوضى فوضى كرمازن أنا باري بلكينا بينج حزر مارد بداريا أجي نسار خود عنكم أزلانو دهندري خود أزدبين مچهايا وقتاك هبنو من وكل فاتي من وقت شكي من دولتا دارفو ميريم الدشو دا جامعة فيرويا ميريم حدو دا أز بستو چار سال الكوافيرا ما وكوافيري بست چو پنج من از فداری بلاش د شغلم لوای مسئولیت چه دکی بی چق قجار مقابله ویر چه دکن معرض جر بعد کم وقتا بیم عیلاق وقع عیلام در خن دولتا دروا ای چق فیده جی من چق تختر د مده هنه چق مهندس د مده هنه چق زنعد د مده هنه هری ما خلاص بین ام خارنه چه دکن ام خارنه وانا رو برو چه دکن یعنی ویر به بی ابل ای سوری مال خراب یعنی کنی پراش مرا بشینه ای چیه دولتا دروا به پرا چی دولتا دروا ای پرا کیش مرا بشینه از پنج مانه هم پنج مره الفی دارینه از دخوازم هم به تجه دنگی خواه باندکن و هم پنج هزار باندکن هفنا دنگی منو بیسن هم دخوازم مجوه جحنمه درخن هم دخوازم مجوه جحنمه درخن ما بشینن مکتبه ما بعلمینن زمین قچکه ما به تشبن قچکه ما هم وقوه سوره رند ملی ماندی وی تشتی ببینن My name is Mohammed. I live here in the Fasalika camp. I've been here five months. Shit, nobody happy here. No van, no food. Nobody 2 days ago, nobody every day put out the eggs. This is a shit camp. If Europeans sleep here, I sleep all the life. It's a lot of people, a lot of children. Shit. Europe say, talk to me, I don't know. No, we don't have life here. No food, no water hot. Every day, nobody happy here. Everything's shit. No, I don't know. Because my head is broke now. You know, people here, nobody, people just need out here in the Greece, need out to go to another country, Spain, Switzerland, Sweden, Germany, I don't know. But here we don't like the Greece because no work, no job, no money, here's shit. My country, before 10 years, I have everything, no, it's broke. United States only bomb in Syria and Iraq. No, they take oil and petrol, they don't care for people. Why? If you're the United States, just take oil, petrol, kill the people. Every day we eat here potatoes. It's like Europe eat potatoes. Why you lie better than me? Same news, same ice. من قبل 5 أشهر 7/3/2016 جيت على اليونان كنت راح أروح على ألمانيا في عندي لم شمل بنتي بألمانيا عمرها 14 سنة اسمها كريستينا جينا على اليونان وتسكر الحدود فجأة نحن ما كنا متوقعين يتسكر الحدود يعني فجأة وانصدمنا أنه تسكر الحدود على أساس طلع برنامج إعادة التوطين والتوزيع على أوروبا ولم شمل ولحد هلق ما أجد ما
جتنا رسالة ولا جتنا شيء ولا حدا سأل علينا. نحن هلا حاليا في كامب فاسيليكا، هذا كامب فاسيليكا قدامكم مثل ما لكم شايفين عم بيساووا الطرق، والله أعلم قديش بدنا نتم هون. نتمنى من الدول الأوروبية من أوروبا يقوموا بحالة مستعجلة يدرسوا أوضاعنا هون. نحن في وضع مزري جدا، الأكل أكل جيش، والمنامة بالخيام جوا الكامبات، أولاد ما في مدارس، وضعنا سيء جدا جدا جدا. نحن ما بدنا شيء، نحن بس بدنا الأمان في أوروبا. نحن لما قررنا نجي على أوروبا جينا بس عشان الأولاد وعشان مستقبل الأطفال تبعنا يروحوا على المدارس ويكبروا ويصيروا مهندسين، أطباء، أساتذة، يكون عندهم مستقبل. نحن مستقبلنا ضاع بسوريا، بس ما بدنا مستقبل أولادنا يضيع كمان. الأطفال هذول أطفالكم، مو أطفالنا، اعتبروهم أطفالكم. هذول الأطفال اللي نحن جبناهم معنا نعتبروا أطفالكم، وانتوا شو تحكموا على أطفالكم احكموا. بوجه رسالة للاتحاد الأوروبي، للأمم المتحدة، انه يستعجلوا بوضع حل للاجئين اللي حاليا على القانون باليونان. والأطفال هن أمانة برقبتكم، انتوا حكموا على الأطفال، انتوا شوفوا مستقبل الأطفال. إذا كان الأطفال بهمكم، أطفالنا هن أطفالكم. حاليا في كامب فاسيليكا زي ما انتوا مثل ما انتوا شايفين الحمامات سيئة، يعني حمامات غرف بلاستيكية، درجة الحرارة عم توصل فوق 40 درجة جوا غرفة الاستحمام، تواليتات يعني مش تواليتات صحية، الطعام كمان مش صحي، الأطفال ما عم تقدم لهم ميلك أو حليب، خدمة سيئة جدا بشكل عام باليونان، خدمة سيئة جدا. طبعا عم بيقولوا الحكومة اليونانية هي حكومة يعني ما عندها مقومات وما عندها قدرة استيعاب اللاجئين، بس شو الحل؟ ما بعرف. المنظمات عم تجي عم تساعدنا هون، منظمات إسبانية كتالونية عم تجي عم تساعدنا، بس كمان ما بيقدروا يلبوا مطالب اللاجئين كلها، يعني هم اللي عم بيعملوا قدر المستطاع يساعدوا اللاجئين. بس اللاجئين هون في حوالي 1150 شخص، وهال 1150 شخص مشكلة بالنسبة لمنظمة عدد أفرادها 20 شخص أو 15 شخص من إسبانيا من كتالونيا. نطلب دعم من المنظمات من كتالونيا، من ألمانيا، من أي دولة أوروبية تساعد اللاجئين، توقف جانب الحكومة اليونانية لتساعد اللاجئين لوقت ما تنحل أزمة اللاجئين. وحالياً هون في كامب فاسيليكا ما في مركز طبي مداوم وما في إسعاف بيجي متواصل. هون أي شخص بمرض جلطة، أي مرض يعطوه حبة اسبرين، والاسبرين شو بده يسوي؟ ما بيسوي شيء. يعني الأسنان ما في دكتور أسنان، دكتور القلب ما في، أي دكتور ما في، يعني هون كله حالات أي واحد بيروح على الدكتور بيعطوه حبة اسبرين لبين ما يهدى شوي الوضع، بيرجع بيعود بيمرض، بيرجع بيمرض، يعني في كذا مشكلة. الأرض هون
كم بشكل عام مو صحي هون كم كان يمكن للأبقار أو للحيوانات حاليا نحن شاكلين فيه ما هي مشكلة مو مشكلة حاليا نحن متأملين بأقصى سرعة نطلع من هالكامب طبعا اللاجئين هون بالكامبات كلهم باليونان أو كامب فاسيليكا أو كل كامبات باليونان متأملين يفتح الحدود طبعا الحدود ما هي بيد دولة اليونان هي بيد يمكن ألمانيا هي بيد الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي حاليا عم يدير ظهره للاجئين شو صار ليش هيك عم بصير ما حدا بيعرف اللاجئين هون أغلبهم عائلات كلهم جاي عشان مستقبل أطفاله وأولاده إن شاء الله يفتح الحدود إن شاء الله إن شاء الله بالقريب يفتح الحدود هو صحيح صار حلم يفتح الحدود بس نتأمل يفتح الحدود نطلب من الاتحاد الأوروبي يفتح الحدود إن شاء الله لطيبة عدنان والوين السوري ماج حلب جعفرين أم لحلب رمشتبين أم ملعف رمشتبين أم لحلب رمشتبين حلب جي حرب كبي وخلق بهر دكات ومارن تيشي ما دهات انكشتن مال خرادبي مالي ما خرادبي بريي ما هات انكشتن طبعا الحمد لله ناقش كدبر كاستشت نبي باش كامل تشنبي لعنو ما قشكي خور رافان بل اش حلب رافيان من اخست يعني درناقي لول كمان او قيزك من برين بجا ولذلك مجيل شنو خيوشتو از رافيان الرافيان مازاتم افرين از المشتر افرين جي فريب مرة جيتشو اما كي صالي كي صالي بك امان فريب مرة جيتشو شغلتنا كارتنا موسمتنا فام ديندار بين بقوا مهرب تركي شغرا بشغلو أما تركيا جي لتركيا يعني معاشي قد كد مها قاسية حزار ترك من داتن حيث دورق داني حفشت بنجود داني فريم باج شغلي تركا دبر تبسي كري حوشي وكهربي وآبي وقاردري ما نادك رجي فما قو أم فرد شاد بيو داني ركي تهريبي فابيه نابل تركيا و أوروبا يونان مقو أميوارن يونان بركي مقشكت ما يكي مقشكت خاقش بار خاندل يكرن خاندل بردان و أمهاتن نها قشكت ما 5 سالن خاندل ندينه مكتب ندينه فمستقبلي قشكت شو هندابي يعني إل جماني مستقبل هندابي 5 سالن خاندل ندينه مقو أميوارن أوروبا دو أوروبا قشكت ما شغل ببن اي بخونن اي دراسي خواب كاملينن اي بعلمن جناب اوروبا دا شغلي هبه بدا بيشت اوروبا في عندهم رفق بالحيوان فبدا قول من البديهي انو كيبتي انسان للجمال هبه اما امهاتا اتفاجأنا يعني مدي انو الجم حكوماتي اوروبا كيبتي انسان تنه صحيب التي اوروبا فرماتي كي فهمان مثقفة بخده وقيباتي باجي برزانن ودخوازن جمرة تشتاجي بأمنين لكن تشتاجي سواناتي دا يعني خلقي تيج أوروبا جي تيج إيطاليا تيج فرنسا تيج أسبانيا تيج دخوازن مساعدة بكين في خلقي را لكن تشتاجي سواناتي دا يعني كانن قطيك سردين بمدن كانن جي ربطاك نان جمرة بأمنين أما حكومات جيش هفد خرابتها والله إيه مادية حكومات دا عربة دا حكومات شرق الأوسط أبدا عايشين وحكومات أوروبا فرق أبدا تنعي وكذا وكذا يعني دخلين مصلحتي وان بمشي بس أما خلق مير ما برشيما تعزمه والله وانا أبدا كور جندي هفضل كور جندي أجي نهز جن جندي المهم دخلين مصلحتي وان بمشي
بخدي وضعي كان بيبي داري انبار الايكو بي يعني الايكو اطباء بلا حدود هبين ومنظمات دنفر هبين دهوت المساعدات مار دكران يعني خوران شي دكران متطوعين يعني اوروبا بالكامل دستي خدابين هفده فاطبين جمارة خوران شي دكران دقدمون دون نون دونين هلين دونين فمساعدات فرج مار دكران واطباء بلا حدود جي مساعدات مار دكران وتخترجي هبين تخترجي دهوت ده ايكو اما الوداري حكومتي يونان روزينا بيقولوا ان كيو بان كان بين نظام يا بان بان نظام يا اما مي بيداري جي اما تن بيداري بو كان بو كان بكي عسكري خورن نبكي في ميطان بكيفي وانا خورن حبس جوي ناتي خورن خورن كوك ناتي خورن يعني از مثلا از نخوشتي شكر مره وخورن شكر ونجي زانن وخورن خواب باشقايا يعني رز ومعكرونة و البطاطا جرنا مشل بناجي خوري جديات يا رز يا بطاطا يا معكرونة حتى مروك ما برج تختار مقو بنا خورني ما بايت دني جمرة ما نجي نخش شكل ربي جمرة قو والله بنا خورني ده دم ما مارين بي ببرن نم بانو بي بايشن يعني تختار بخم مرة باش روك وامشون جنب جندي يا ديسا بمرة قوتن أمي جمرة بعد لينا وحتى روي هرو نعد لندن بابين بهاك وبيترو تقريبا أم بدرنا بخود خورن کوک نتی خورن و کی ام دبن ام شد کن حاویت زباله کز من آخه اما دیس و ساعتا گندی خوش به هنک متطوعین هنه یونانینا درب یونانینا اد علاقه خو نب حکومت را هنه و نب عسکر را هنه دکبه جمع جمارا خیار جتینه بعدین شور جتینه بطاطا جتینه یعنی خود را بشکل عام تینه بخود قصور جنا کنه لکن وضعی ما نبس ولی خود را جمارا واره و نب نان جمارا واره ام ده خودون جبر در کردن لان قارت ملت عجزی بی چار پیج مه شش مه بی کت مه شش ام ده بر داسه کنینه فراب مر نمان دی کتنت بند دغطه دا قارت ام هفته قبیل ناکن یعنی البداره هیوار ده به بری خلق خو که سه چار جای آراد بند هفته لحظه دخینن اینگی کتنه بند دغطه و ام جیده که اول ارتگ اندی هم بی حل دکن ام دارن وی حل دکن معنی که خلق بردار رو بایشه لكن ان لو بين سرب جنديور لانه بالفعل ملات قرطو اي كي دركبج جلدي خاص يعني تحملنا ما يجي ضغط تشار جندي انه كان تحمل سنة لو كان تحمل كي قرطو يعني هذا قبيل نوكي يلي از دخازم بملاتي اوروبا بالكامل ربين انه ام نجوة كنتان والله يدي ناف مدى فنانين جهنا بقدير رسام هنا تختر هنا ادب انجليزي بجديره هنا ادب عربي بجديره هنا جي خريجي جامعات جي مثقفا ناد بنجي لكن اغلبيه جي بنا مثقفا يعني بدون يجي زانن والله في حسين يجي وبنا خاشاكر اوروبا خاشاكر و خاشاكر و هكا بنا بر ندن بنا حسن جمو جي حياتي خاجي بغيرين يوك وابل وك اوروبا بن يعني برا ركي خادر باش ركي حقوتك يعني هدفك جنديات هدفك شري جنديات اكي هدفي خاب شري بكن قانون بريكي وخاصن بريكي وبشري بكن هدفي خاب جبن دستي حكومات ظالم خلاص بن وخلاص بيجي سوري خلاص بينا مش خلاص بيجي سوري حكومتي ما بفر حكومتك ظالم بي ملات رابي هفدا بقوا ام خلاص بيهم جيشتن اوروبا ام كتن جنتي ام خلاص بين ام جرمي خلاص بين ام جو محسوبيات خلاص بين ام جو برطيلة خلاص بين ام جو مرلقی خلاص بود مرلقی بنا مرلقی حکومت ها دیگو با مری منه با خودی وی مزنه با خودی مزنه ولید بند دستی وی دادن اما ام بند دستی وان بده رکتن ام هاتن اروپا اساس اروپا شعبی که پر فهمانه پر باقله مثقفه تخترن علماء بنا بحیمه را دارن سیره فما برك مع الانسان یعنی ام انسان ام باتن بخوا چکر اروپا ام بو خلاص بود ام بو خلاص بن ام ورا بشريجنا ام البدري وام بيشتن بيشش مهنا ام البدري سكننا شش مهنا ام دبردا والله ام نار خوب ما خوا ونا نون بما نون ام د حبسك ما زندان فام د خازن ام بو حبس در كتب بس برتو قش كيما تحمل ناكن ام بخا تحمل لكن ام مري مازن ام اصحاب خبرات وتجارب برتو ميجي ما تحمل ناكن دي ورا شش مها نخردن هي نبا خردن وك انسان والله جي ام تدا حيوان بخان نقطه البيشه يعني حيوان بحيوان لقيخه نقطه البيشه
دغی دنیا گرم گرم خود شرمار را داره دنیا صار بیجی ام چوب دکن ام نکنه تو گرم بکن ام نکنه سری خالوشون آف سنه حمام سنن که بینگ ام دارن ام که هرن زی ناس و کی خلکی ام که هرن بشوله ده هرن ام دارن دنار دماره ده دیگه ماره دی نخوشیه ام دنار نخوشیه دار مزن دو بگه بوده ایشن سعیم به من حسینه لیکن حبت تین وام رطانی تین جامعه خبری خادگینه ام چو دایشن اما گوینزانه بگه ام دبا حالی دانا والله ایون پیش دقاجی منیلن اروپا و انسانانی پر فهمارن پر مسقفن پر پیشکتینن حق انسانت وکی ما ون دبر نیلن ما خواد شکر وارد ما خواد شکر وارد ام بوا خلاص بل بل حکس ام جو بن حکمتی ظلامه درکتن ام هاتن لفه دریجی ام ساده کن وینجی وکوانانا بل جام وجه حقیقت ندی ما حقلن ندی و نه حقلن و حقلن بنا صاب ام ندیشتن بداره فأزد خازم من الشعب الأوروبي بالكامل انه يعيد النظر انه بين هفناجي انسان هفجي وكمنا خدي افكارا خدي ثقافنا خدي حضارنا بلا ورند نار وكذا وين يبخونا بجربين وين يزاربن جبان انسان وكي ولا لنا اما ام دفردو هشتن بدري دي ورا ششمها انسان كي تدري كي دا قريده ما اي بعد ششمها شش در كذا شش بيدا بده انسانی دغدغه ای شش مفتله، ای مفتله شش مفتله. دی چقدر انسانی که دغدغه شش مهواره، حفصر دسته که و گریده، و اللهی بعدی تحفصر بکر ممکن ادبری خارج بکشه. دانو تیگری دوی تیگری حفصر بکر حفصر کی مزه؟